سالي، محطتنا التالية رح نترافق فيها مع أنشطة اتحاد الناشرين السوريين والمشاركة بمعرض الشارقة والتحضير لمؤتمر الناشرين العرب. كتير من الأسئلة رح يجاوبنا عليها الأستاذ هيثم الحافظ، رئيس اتحاد الناشرين السوريين. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم وبالسادة المشاهدين. ونحن دائما منقول الثقافة بتعطي أمل، أكيد، وبتعطي تفاؤل بأنه القادم خير. ونحن دائما منقول بحلقاتنا بالإخبارية السورية بصباحنا غير كملين شغل برغم كل الظروف بس رسائل من التفاؤل والأمل للمجتمع السوري وحتى المجتمع العربي اليوم، لأنه بصراحة موضوع كورونا أصبح مشكلة المشاكل، ما أدي حتى لواقع اجتماعي سلبي. لكن نحن بالثقافة وبالعمل وبالجهود الإيجابية، إن كان لاتحاد الناشرين وإن كان الناشرين السوريين وإن كان كمان اللي عم يشتغلوا بالثقافة، يعني أنا كمان ببارك لوزارة الثقافة هذا الأسبوع الثقافي اللي سافته ثقافة هويتي. يعني نحن بتصور شوي شوي عم نحاول نطلع من هذه الأزمة، أكيد، اللي بنسميها أزمة كورونا، ومنحاول نطلع منها بشكل إيجابي. لكن أنا بدي أكد على فكرة بين قوسين، ضمن الإجراءات والاحترازات والوقاية، لأنه الوقاية كثير مهمة. مهما قمنا من نشاطات يجب أن تكون هذه النشاطات مرافقة للاحترازات الصحية. أكيد بيقولوا الوقاية خير من قنطار علاج، ودليل على ما تحدثت أول شيء هو مشاركتكم بمعرض الشارقة اللي كان مميز. مشاركة مميزة، تفضل احكي لنا عنه. والله أنا بدي أسميه مو معرض الشارقة بقدر ما بدي أسميه معرض التحدي. حقيقة هو كان معرض تحدي لهذا الوباء. إن كان مشكورين جدا جدا إدارة معرض الشارقة على هذا الجهد اللي بذلوه، على هذه القيمة الثقافية الكبيرة والعمل الإداري المهم اللي بذلوه واشتغلوا فيه وقدموا، فيني أقول للناشر العربي وللناشر السوري وللقارئ الإماراتي وللقارئ العربي هذه المنتجات الجديدة. رغم قلة المنتجات العربية على فكرة في عام 2020، لكن شفنا شيء جديد، شفنا شيء يدعو إلى التفاؤل مثل ما قلنا، ونحن دائماً عم نقول تفاؤل وأمل، شيء يدعو أنه فعلاً ممكن أن تقام المعارض، معارض الكتاب. يعني العودة لمعارض الكتاب كانت خليني أقول بوابتها مدينة الشارقة. ممكن نقول أنه نحن ممكن أن نعود للمعارض لكن ضمن الإجراءات الاحترازية. كتير كانوا موفقين جداً 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 ومشكورين على الإجراءات اللي كانوا عم يسووها. دخول للمعرض كان بشكل مباشر ضمن كمامات محددة، وعطوا لكل قارئ ساعات محددة وعملوا له سوارة بيعطوه إياها هو وفايت. مثلا أنت مسمح لك تفوت 3 ساعات ضمن هذه الإجراءات، عطوه سوارة اللي فات مثلا أول 3 ساعات عطوه سوارة خضراء، بعدين عطوه سوارة حمراء، وفي مراقبات وفي متابعة بشكل كتير كبير وحسيس على فكرة. منعوا دخول المدارس، وهي أنا بتصور ظاهرة إيجابية. بعثوا الآنسات اشترت للمدارس من الكتب والإصدارات وعيشوا، بتصور واقع إيجابي من خلال النقل المباشر لقنواتهم، إن كان قنوات دبي إن كان قنوات الشارقة إن كان قنوات الإماراتية. يستحقوا فعلا ولو كان إعلان نحن عم نعطيهم، يستحقوا هذا الجهد. يعني ضمن الإجراءات هي نقطة التركيز، يعني ما في حدا فات المعرض إلا ما كان ملتزم أبداً بالإجراءات الاحتراز. حتى هم كانوا في البداية عم يعملوا تسجيل، يعني أنت قبل ما تطلعي من بيتك مثلا بدك تطلعي بكرة ناوية تزوري المعرض، بدك اليوم تسجلي إنه أنت اسمك وأنت طلب ليجيكي كود انه انت مسموح لك تجي من الساعه كذا للساعه كذا. هلا بعد ايام صار في عندهم راحه اكثر، صارت هي الطلب يتم عن طريق على باب المعرض. يعني صرت تقولي انه انا بدي فوت، يسجلوا اسمك ويسمحوا لك بساعات محدده. وبصراحه اجراءات كثير كانت مهمه، وكانوا فارزين كادر بشري، يعني خليني اقول كادر بشري مزوي حقيقه، ويتمتع بشفافية وحس عالي من الإنسانية. نعم. أكيد كان عم يتابع كل الزوار، حتى عم يتابع الناشرين. حلو. الكمامات كانت هي أساس موجود، حتى أنا كنت في لقاءاتي التلفزيونية
بقناة دبي وقناة أبو ظبي وقناة الشارع كنا بنحط كمامات، لكن سمحونا مثل هلا سمحونا نحن نعمل كمامات بالحفاظ على التباعد الاجتماعي، طالما في تباعد اجتماعي. فإذا نحن بتصور قدموا خلينا نقول فكرة، يعني هي كانت انا ضمن الظروف فيني انا اقدم شيء تماماً. بس بدنا نحكي عن المشاركه السوريه للناشرين السوريين بمعرض الشارقه، كيف كانت المشاركه؟ نحن بصراحه قبل المعرض وكانوا عم يسالوني العديد من الناشرين وهل نشارك ولا ما نشارك، فانا كنت دائما نصيحتي لجميع الناشرين السوريين انه خلينا نشارك، لكن بدل ما ناخذ مساحات كبيره وتكون تكاليف عاليه نخفف المساحات شوي لكن نمشي بأعداد كبيرة. وكان عنا بدك تتفاجئي تقريبا حوالي 65 ناشر سوري مشارك مباشر وحوالي 20 أو 25 بالتوكيل، يعني نحن تقريبا كنا حوالي 90 ناشر سوري حلو مشارك بالمعرض، وبفضل الله عز وجل طلعنا كلياتنا، وكانت حتى عملية الإجراءات الاحترازية من دمشق، يعني كان في عنا ضرورة المسحة ضرورية للسفر وسافرنا وحضرنا هنيك المعرض، وكان كنا عم نتابع مع الناشرين بشكل يومي واقعهم الصحي. الحمد لله لم يصاب أحد بأذى من خلال السفر أو من خلال التنقلات، لأنه بتعرفي التنقلات أحيانا بتكون متعبة، لكن حقيقة لم يصاب بأذى. وقدمنا صورة سوريا الحضارة، سوريا الثقافة، سوريا اللي ما 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 يتعبها شيء، سوريا اللي ما بتستسلم لا لكورونا ولا لحرب ولا لأي شيء. سوريا هي خليني أقول باب التفاؤل وباب الأمل، ودمشق دائما دمشق الحضارة اللي بتغذي الإنسانية بهذه التفاؤل. قدمناها نحن بصورة إيجابية، وبتصور ظهرنا بشكل كتير منيح. عديد من الناشرين السوريين كان الإعلام العربي على فكرة عم يتابعهم بشكل واسع، كان عم نظهر الإصدارات الجديدة، وكان في إصدارات جديدة. وعلى فكرة أنا حتى بدي فاجئ الجمهور السوري، رغم وباء كورونا ورغم الحظر ورغم أنه نحن في فترة طويلة كان ما في شغل، المعامل مسكرة، المطابع مسكرة، لكن الناشر السوري استطاع أنه يقدم خلينا نقول إنتاجات جديدة. ما في عنا دار نشر ما عنده على الأقل إصدار أو اثنين أو ثلاثة، صار في عنا إصدارات جيدة وقدمناهم هذا للجمهور. وأنا اسمحوا لي من خلال منبر الإخبارية السورية كمان أشكر يعني من قام بمعرض الشارقة، لأنه كمان عملوا شيء إيجابي، عطوا إعفاء من رسوم المشاركة لكل الناشرين، مو بس للسوريين ومو بس لجنسية معينة، لكل المشاركين. هذا عطى راحة أكثر، عطى حرية أكثر، ساوى كل الناشرين مرتاحين، والمعرض كان رابح بامتياز. بتمنى هي التجربة اللي ساوتها الشارقة نستطيع نحن بسوريا نساويها أكيد. ونحن على فكرة ما ينقصنا شيء، الإرادة موجودة. وأنا يعني نقلت هذا الكلام لأكثر من جهة لها علاقة بمعارض الكتاب في سوريا، ممكن تخف شوي هذه خلينا نقول الكورونا قليلا أو شيء بسيط، ونقدمها ضمن إجراءات احترازية تكون وزارة الصحة أكيد مساهمة معنا ومشاركة معنا بشكل كتير كبير. يمكن نحن أستاذ الظروف هي اللي بتحكمنا بالفترة الأخيرة في سوريا، ولكن سوريا دائما هي البوابة لظروفنا الاقتصادية، ظروفنا هي صراحة الظروف الاقتصادية اللي عم تأثر على الظروف الاجتماعية، لكن هذه الظروف الاقتصادية أختي الكريمة نحن كناشرين سوريين مستعدين لنتحمل، وأنتوا كقراء مستعدين تتحملوا أكيد. في سبيل أكيد. بناء الوطن، بناء الوطن يحتاج إلى بصراحة إلى تضحيات، تضحيات من الناشر ومن القارئ ومن الكاتب، ونحن بتصور كلياتنا مع هذا الكلام نحن نتمنى عودة معرض الكتاب، نتمنى عودة المعارض. وانتم مثل ما تكونوا شايفين بدأنا شوي نحس براحة ونحس انه بدأنا نرجع شوي، وهذه الظروف الاجتماعية او الظروف الاقتصادية او هذا الأزمة اللي نحن كلياتنا عم نحس فيها ما بدنا نخبي حالنا، وبالعكس انا مع انه نحن نعلن انه نحن يا جماعة نحن بأزمة اقتصادية مشان نحسن نتعاون لحلها، ما نقول انه نحن لا الامور تمام لا نحن عم نقول نحن بأزمة اقتصادية، دائما عم نقول نحن بأزمة اقتصادية عم نحاول ضمن الظروف نحقق ضمن الامكانيات الموجودة، لانه حتى هذا الكلام بصراحة مسؤولية
مو بس ناشرين، مو بس اقتصاديين، هي تشاركية بين جميع مسؤولية القطاعات، مسؤولية الأسرة كمان، صحيح مسؤولية صحيح. منها كلياتنا الآن ضمن هذه الظروف نشتغل على واقع اجتماعي إيجابي وواقع اجتماعي جيد. خلينا نحكي عن المؤتمر الأخير، مؤتمر اتحاد الناشرين العرب اللي عم يتم تحضيره، رح يتم قريبا أونلاين، فينا نقول هو بكرة، بكرة أونلاين، بكرة الساعة 10 صباحا بتوقيت دمشق. حلو. حيفتتح مؤتمر الناشرين ليومين تحت عنوان صناعة المحتوى، وكانوا عم يركزوا الأخوة والمنظمين في اتحاد الناشرين العرب على فكرة صناعة المحتوى، لأنه نحن اليوم حقيقة اللي بيهمنا تقديم محتوى إيجابي ومحتوى جيد للقارئ. هذا الكلام بتصور حيطلع عنه توصيات إيجابية، ونحن مشاركين السوريين بقوة على فكرة. حلو. مبارح أنا عم تابع الخلفيات المؤتمر، المشاركين واللي طالبين المشاركة عددهم كتير كبير. حلو. وأنا بتمنى كمان من حتى من السادة المشاهدين اللي بحابب يشارك بالمؤتمر يبعث لي، وأنا اللي بعث له الرابط، لأنه هو له لينك وله رابط له متابعات، لأنه هو عبارة عن شيء الكتروني افتراضي، وهذا افتراضي. ونحن أول مرة اتحاد الناشرين العرب بيساوي مؤتمر افتراضي. حلو. يعني خطوة كتير مهمة، وخاصة في ظل جائحة كورونا، أنه نحن نعمل هذا المؤتمر. بدنا نتشكر كتير وجودك معنا، ضيفنا الدائم أستاذ هيثم الحافظ. دائما السوري يترك بصمة وين ما راح، سواء بنرجع منقول بمعارضنا أو بالمؤتمرات أو أيضا بالأولمبياد العلمي وبالرياضة أيضا بكل المجالات. نحن متواجدين، وبدي أكد لفكرة قلناها المرة الماضية وبدنا نرجع نأكدها، قريبا جدا عنا معرض افتراضي لسوريا إن شاء الله. معرض كبير إن شاء الله، لكن ربما الزمن شوية عم ياخي ما يسعفنا رح يكون قريبا بسبب إن شاء الله. المشاكل التقنية اللي عم تواجهنا، لكن بالقريب العاجل حنعطيكم معرض افتراضي يليق بسوريا. رح يكون لنا استضافة أخرى لنحكي عن هيدا المعرض الافتراضي، ولنحكي أكثر عن مشاركتكم بمعرض مؤتمر اتحاد الناشرين العرب أونلاين. نتشكرك رئيس اتحاد الناشرين السوريين الأستاذ هيثم الحافظ على وجودك معنا، شكرا كثير لك. أنا بتشكركم وبشكر أخبارية السورية وجمهورها الطيب، شكرا. أهلا وسهلا فيك.